السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعود لكم برنامج الصحافة تقول، ونطالع أبرز الأخبار في هذه الجولة معي حسام باصحي. ميليشيات الحوثي تصاعد هجماتها على محافظة الضالع. مسلحون يقتحمون حفلا فنيا في تعز وإصابة مواطنين. رشاد العليمي وطارق صالح يوجهان بسرعة التحقيق في أحداث مهرجان تعز الفني. والسلطات الأمنية تدشن حملة لمنع حمل السلاح في العاصمة عدن. أهلا بكم. صعدت ميليشيات الحوثي الإرهابية من عملياتها العسكرية على حدود محافظة الضالع مستهدفة القوات الجنوبية هناك. معلومات نشرها الموقع الرسمي لقوات درع الجنوب أكد فيها أن القوات الجنوبية نجحت في إفشال هجمات حوثية شنتها في قطاع النوخب بمديرية الحشا وباتجاه المواقع المتقدمة في شعب أحمد وحبيل ناجي والساحلة، حيث تكبدت الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. ونقل الموقع عن مصادر عسكرية ميدانية أن المعارك ما زالت تشهد في أوقات متفرقة هجمات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة منذ أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث كانت آخر محاولات الميليشيات الحوثية الهجومية ليلة أمس السبت في محاولة منها للتقدم باتجاه مواقع القوات الجنوبية. وتابع الموقع الرسمي لقوات درع الجنوب بالقول أن المواجهات امتدت في إلى قطاع الفاخر شمال غرب الضالع، وتم صد الهجوم ومحاولة التسلل وإجبار الميليشيات الحوثية إلى الانسحاب والتراجع إلى الخلف، مخلفة عددا من القتلى والجرحى. اقتحم مسلحون مساء أمس السبت اختتام حفل فني أقيم بملعب الشهداء في محافظة تعز يحييه الفنان القدير محمد محسن عطروش وبرعاية العميد الركن طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي. ونقلت صحيفة الأيام عن مصدر محلي أن الاشتباك دار بين المسلحين وحراسات الأمن في مدرجات الجماهير بعد بدء المسلحين باستفزاز الجمهور، ومن ثم قاموا بإطلاق النار في الهواء، وما هي إلا لحظات حتى شرعوا في إطلاق النار عشوائيا لحظة تكريم الفنان محمد محسن عطروش، ما سبب للحاضرين بالهلع والخوف وتدافع الجمهور المكتظ بالنساء والأطفال بالهرب، ما أسفر كذلك عن إصابات بطلق مباشر وجراء التدافع. وأثارت واقعة اقتحام مجاميع مسلحة ترتدي الزي العسكري وإطلاق النار على الجمهور ردود فعل غاضبة واستياء واسع في الأوساط اليمنية، حيث تسببت حادثة اقتحام الحفل الذي كان يعج بالعائلات والأهالي لا سيما من فئتي النساء والأطفال بوقوع إصابات متفاوتة نقل على إثرها عدد من الجرحى إلى المستشفى العام لتلقي العلاج، كما خلق حالة من الهلع والرعب في صفوف الحضور. على صعيد متصل، قال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية أن رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وجه محافظ تعز بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي رافقت مهرجان العيد بمدينة تعز أمس السبت. وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية سبأ، فقد أكد المصدر أن التوجيهات الرئاسية تضمنت توقيف المتسببين وكل من يشتبه بعلاقته في إفساد فرحة العيد خلال المهرجان المخصص لتكريم الفنان الكبير محمد محسن عطروش. وقضت التوجيهات أيضا بالتكفل بعلاج الجرحى وجبر أي أضرار على خلفية تلك الأحداث. من جانبه، أجرى عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق صالح اتصالا هاتفيا مع محافظ تعز نبيل شمسان للاطمئنان على صحة الجرحى الذين أصيبوا جراء اعتداء مسلحين على مهرجان عيدنا تعز السادس، وملاحقة الجناة وإحالتهم إلى الجهات المختصة. دشنت السلطات الأمنية في العاصمة عدن حملة أمنية واسعة لضبط حمل السلاح ومنع التجوال به دون تصريح في شوارع وأسواق عدن، وذلك تنفيذا للتعميم الصادر من العمليات المشتركة للقوات المسلحة الجنوبية. ونفذت قوات العاصفة الرئاسية الحملة بالتعاون مع بقية الوحدات الأمنية لضبط حاملي السلاح، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية في عدن لن تتهاون مع أي شخص يخالف التعليمات، وسوف يتم ضبط أي شخص يتجول بحوزته سلاح غير قانوني، وسيتم مصادرة السلاح واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة. هذا وكانت القوات العاصفة الرئاسية والأجهزة الأمنية قد قامت بنصب نقاط تفتيش وتسيير دوريات أمنية متحركة في أغلب مديريات العاصمة عدن،
داعية كافة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لإنجاح العملة الأمنية والالتزام بضوابط الحملة من خلال عدم حمل أو التجول بالسلاح في الشوارع. الصحافة تقول، تتابعون بعد الفاصل. تقرير صحي يكشف عن تزايد الإصابات بالحمى باليمن بسبب ضعف التطعيم. وتقرير اقتصادي، الأزمات قد تصل بقطاع النفط والغاز في اليمن إلى الهاوية. أهلا بكم من جديد. رصد تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية تسجيل حوالي 24 ألف إصابة بالأنواع المختلفة من الحمى في اليمن خلال الربع الأول من العام الجاري. ووفق المنظمة فإن الحالات المسجلة توزعت بين 13 ألف إصابة بالحصبة وما يزيد عن 8000 إصابة بحمى الضنك، إضافة إلى أكثر من 2000 حالة كوليرا مشتبه بها، مرجحة أن تكون الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير. وأرجعت المنظمة الدولية أسباب تزايد حالات الإصابات بالحميات والأمراض الفيروسية في اليمن إلى إيقاف حملات التطعيم الدورية، وهو القرار الذي اتخذه الحوثيون منذ جائحة كورونا، حيث تقود ميليشيات الحوثي المسيطرة على القطاع الصحي حملة تحريض واسعة ضد التحصين واللقاحات وضد الكثير من الأمراض بينها شلل الأطفال والحصبة والكزاز والدفترية، الأمر الذي أظهر آثار الحملات التحريضية بشكل كبير مؤخرا من خلال الأرقام المتصاعدة لعدد المصابين بالأمراض الخطيرة التي تصيب الأطفال نتيجة عدم أخذ اللقاحات اللازمة بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية. يواجه قطاع النفط والغاز في اليمن مستقبلا غامضا محفوفا بالمخاطر في ظل الصراعات السياسية والانقسامات الداخلية التي حرمت البلاد من أهم مصادر الدخل، كما يعاني من أزمات مالية حادة تعد من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم مع استمرار حالة الحرب بين حكومة معترف بها دوليا وجماعة الحوثي التي تسيطر على عدد من المدن. وفي تقرير نشرته منصة طاقة وهي مهتمة بنشر التقارير المتعلقة بمجالات التنمية والطاقة، أكدت فيها أن إنتاج النفط والغاز في اليمن شهد تراجعا كبيرا في الأشهر الأخيرة بعد أن هجم الحوثيون محطة تصدير النفط لقطع مصدر الإيرادات الحيوية للحكومة الشرعية، مشيرا إلى أن إنتاج النفط والغاز في اليمن والاستثمار فيهما لن يزداد تأثيره حتى يتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل. ونقل الموقع عن المديرة التنفيذية لشركة كريستال إنرجي الدكتورة كارول نخلة التي قالت، ما زلت متشككة أن ينجح قطاع النفط في اليمن حتى يتحقق السلام حقا، إذ أن منح الثقة في سياسات الحكومة والاستقرار السياسي وتوافر سلامة وأمن البنية التحتية تعتبر ليست سوى بعض العوامل التي ستشكل مستقبل الاستثمار في القطاع. شهدت يافع عدد من الفعاليات التراثية والشعبية ضمن مهرجانها الرابع. وقال موقع يافع نيوز في خبر نشره أن قلعة القارة معقل السلطنة العفيفية بيافع شهدت عصر أمس السبت رابع أيام عيد الأضحى المبارك المهرجان التراثي الرابع. ونقل الموقع أن المهرجان دشن وسط حضور جماهيري غفير من مختلف مناطق ومديريات يافع بأبين ولحج، تبادلت التهاني العيدية بأجواء تغمرها الفرحة والسعادة والسرور وبالحضور والمشاركة. وخلال المهرجان التراثي ألقيت عدد من الكلمات أو كلمات الإشادة جميعها بالتنظيم الرائع للمهرجان التراثي واليافعي الأصيل بنسخته الرابعة، كما حثت تلك الكلمات جميع الحاضرين على ضرورة وأهمية إحياء هذه الموروثات الشعبية والعادات والتقاليد التي مارسها الآباء والأجداد بيافع بني قاصد. كما شهد المهرجان أيضا تقديم عروض فنية منظمة من قبل فرق شبابية من السعد ورصد، قدمت رقصات برع وشعبية وزوامل وأهازيج وقصائد شعرية جميلة عبرت عن التراث الثقافي والأصيل الذي تزخر به يافع السفلى والعليا، ونالت استحسان وإعجاب الحاضرين. تتوالى النجاحات التي حققها الفيلم العدني المرهقون المشارك حاليا في عدة مهرجانات ومسابقات دولية، حيث حاز الفيلم على جائزتين جديدتين من مهرجان فالنسيا الدولي في دورته 38 كأفضل إخراج للمخرج عمرو جمال وجائزة أفضل سيناريو لعمرو جمال ومازن رفعت. هذا وكان فريق عمل فيلم المرهقون للمخرج عمرو جمال قد فاز بالجائزة الكبرى في كارلو فيفاري كأحد أعرق 5 مهرجانات سينمائية في العالم والمقام في دولة التشيك في أوروبا. والآن مشاهدينا الأكارم مع رسومات الكاريكاتير.
ختام هذه الجولة مشاهدينا الأعزاء، نشكركم على حسن المتابعة، فلسنا نحن من نقول ولكن الصحافة تقول. إلى اللقاء.